الشهب مش محتاجه ان حضرتك تيجي لمصر، الشهب اي مكان مظلم بعيد عن العمران هتشوف الشهب ديت هتبقى كويسه جدا. يعني لو حد مثلا في العاصمه الاداريه الجديده في مكان مظلم على والناس منطقه مسافره رايحه تحضر والناس مهرجان مسافره العالمين مهرجان تقدر تشوف العالمين في الضلمه، بتبان الشهب بطريقه جميله جدا وبتجتذب الناس. فالشهب دي من الظواهر الجميله. برضو في ثلاث ظواهر جميله هيحصلوا 18 9 و17 10 و15 11، دي القمر العملاق. القمر العملاق ده ايه بقى يا فندم؟ القمر العملاق ان القمر لما بيقرب من الارض بيبان حجمه ممكن اكبر من حجمه الطبيعي، ممكن ب 50 60%. فبيبان القمر على انه عملاق وبيبان ان هو قريب من الارض. فالقمر العملاق بيبقى ظاهره جميله برضو الناس بتحب تتفرج عليها، ان بنلاقي القمر ساعات البدر بيبقى قد الحجم الطبيعي بتاعه ممكن يبقى مره ونص. ده يوم 18 9 و18 9 برضه هيبقى فيه خسوف للقمر في الفجر، والذروه بتاعته هتبقى الساعه 6 الا ربع، هيبتدي تقريبا من 5 او 12 دقيقه بتوقيت مصر. والذروه بتاعته هتبقى 6 الا ربع. في 18 9 هيبقى عندنا خسوف للقمر الفجر، وهيبقى عندنا القمر العملاق هنقدر نشوفه، حتى ممكن نشوفه في الظهر او في العصر ان ده بيبقى ايام البدر. ممكن تشوف القمر مع الشمس بس بيبقى فوق راسك تقريبا، مش مع الشمس جنبها على طول يعني. ففي ظواهر فلكيه كتيره ان شاء الله لغايه شهر 12 اللي جاي، منها الشهب، منها القمر العملاق، منها خسوف للقمر في 18 سبتمبر. حضرتك هتكون موجود معانا الفتره اللي جايه ان شاء الله في كل ظاهره نقدر نحاول نعرف الناس ونتعرف احنا كمان مع حضرتك. الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.